يا الله. السلام عليكم شباب، موضوعنا اليوم عن تعليم السياقة. ليش سويت هذا الفيديو؟ أول شيء أنا صار لي هواي ما مسوي فيديوهات باليوتيوب، لأن بصراحة وقت ما عندي، جو حار ذيك الفترة، البنزين المحسن مقطوع، وما لي واهس أسوي أي فيديو. عشتي ذكر بالشارجر. طبعا انا مسوي هواي فيديوهات عن تعليم السياقة، تقريبا 4 فيديوهات، فيديوين بالجير عادي وفيديوين بالجير اوتوماتيك، بس بهذيك السيارة قديمة. ما مسوي لكم فيديوهات بهاي السيارة مال تعليم السياقة، ان شاء الله راح اسوي لكم فيديو بهاي السيارة تعليم السياقة، وتقدرون تراجعون ذنيك الفيديوهات تستفادون معلومات اكثر. كل فيديوهات راح اخلي لكم اياهن بالوصف. شباب ريد لايك على الفيديو هواي، لان صار فترة ما مصور وما ناشر باليوتيوب، على مود يصعد الفيديو اسرع. وان شاء الله راح احكي لكم همين فيديو عن التبريد. خلوكم مشتركين، خلوكم ويا الفيديو، وان شاء الله يعجبكم. شباب، بالنسبة للشباب اللي ما عندهم سيارات وداخلين دورات تعليم سياقة، قبل فترة ولد سألني قال شنو تنصحني اخذ سيارة اتعلم بيها سياقة وبعدين اغيرها؟ قلت له والله بصراحة اخذ لك سيارة رخيصة، يعني 100 ورقة وجوة او شدة وجوة او 10,000 دولار وجوة، اخذها وتعلم بيها واضبط الشغلة مع السياقة وبعدين بيعها. على مود ليش؟ هاي السيارة ما راح تخسر عندك هواي، راح تستفاد معدها وتتعلم بها، واذا صار عندك بها ستار حادث او طخيت لك فتشي او هذا، انت ما راح تصلحها سهل وغراضها رخيصة، وان شاء الله تستفاد من عندها. وما بعدين اشتري السيارة تعجبك، اي سيارة تعجبك اشتريها، وانت ان شاء الله تعلمت سياقة مضبوطة. هسه خلونا الفيديو، خليكم منظور الشخص الاول ونشوف شلون راح نتعلم سياقة بهاي السيارة. خليكم هاي الفيديو. بعد ما خلينا الكاميرا هنا، راح نشوفكم الطريقة السياقة من الصفر. اول شيء لازم تلبس حزام الامان حتى يطفي عندك هذا القلوب وهذا القلوب ويروح الازعاج من يمك. ثاني شيء تنزل، تخلي رجلك على البريك وتنزل السايد بريك، وانه بتخلي السيارة عدي، خليت السيارة عدي، تشيل رجلك على كيف شعرة شعرة منين من البريك، السيارة راح تمشي لان هاي السيارة اوتوماتيك. وبعدين تزيد السرعة شوية شوية من تدوس بنزين، بس دائما من تدوس بنزين انت خليك حذر. حذر يعني شنو؟ دوس بنزين شوية شوية، ما تدوس حيل، خوش دوس بنزين شعرة شعرة، وان شاء الله راح تشوف القيادة حيل سهل. وبهاي الطريقة راح تمشي السيارة بكل سهولة. ليش؟ لان هاي السيارة جير اوتوماتيك مو جير عادي. طبعا مسوي لكم فيديوهات مال جير عادي، راح اخليهم بالوصف. جير عادي شوية اصعب، بس هو اللي يحب يتعلم بالجير عادي راح يسوق اي سيارة. بصراحة هسه انا عندي ابني لحد الان ما مخليه يصعد بهاي السيارة، اخليه يصعد بس بالجير العادي، ابد ما اخليه يصعد بهاي السيارة. منه لحد ما يتقوى ويصير سائق مضبوط نخليه يصعد بهاي السيارة انه طبيعي. هسه نشوف هنا أنا من يصير فتشي مفاجئ من قدامك، لا تدوس بريك شحيل راسا، ذب رجلك شعرة شعرة على البريك، على مود السيارة لا تدوس بريك قوي، على مود السيارة توقف بسرعة. هسه مثل هاي الطسة خفف يمها بعدين ترجع تدوس. طبعا درجة الحرارة 48، وما شاء الله الدنيا جمر. دائما خليك منتبه على المرايات الوسطية والمرايات الجانبية، دائما خليك منتبه عليهن. اذا اكو تشوف واحد مثل هذا صاحب الرافور شوية مستعجل، تفتح له اشارة وتاخذ سايدك، ومن تاخذ سايدك دوس بريك شوية على مود يجتازك بسرعة. خوش، دائما سوى هاي الحركة. من تريد تعطي مجال واحد يطلعك، دوس بريك شوية عمود يطلعك بسرعة، مو مثل بعض الناس يعطيك مجال ويدوس وياك، شو السالفة ما تدري. من تجيك استدارة تريد تلوف بيها وانت على شارع رئيسي، رأسا اخذ
جانب اليسار وافتح إشارة ودوس بريك، خفف بالبريك، قلل السرعة حيل لحد ما كأنه ما تريد توقف السيارة. تشوف السرعة ايش صارت، 20 10 والنوت تفرها، لأن ما يصير تفر السيارة وانت دا تمشي سرعة. اذا تفر السيارة وانت دا تمشي سرعة، لا حبيبي سلم لي. ان شاء الله الفكرة واضحة. وين من الشباب يسألوني يقولوا لي شلون الجير مال السيارة، وهل جير هاي السيارة عملي لو ما عملي، او يحمه او ما يحمه او الاخري. طبعا هاي معلومات اضافية راح تفيدكم. جير هاي السيارة لان جي تي، اذا تنتبهون هنا مكتوب جي تي مو جي تي لاين، جي تي لاين يجي جير سي في تي، هاي السيارة جي تي يجي الجير مالتها يسموه DST او GST هيك، احنا نسميه دبل كلاتش اسهل خوش. فبهذا الشيء بهذا الجير الحمد لله والشكر ما واجهتني اي مشكله. زين، من تريد توقف، مثلا تريد توقف على جانب الطريق، شو تسوي؟ دوس بريك، تفتح الاشاره، تنتبه وراك اكو سيارات ماكو سيارات، بعدين تقلل السرعة حيل وتطبق. طبعا احسن مكان تتعلم بيه القيادة كمبتدئ بساحة فارغة، ابد لا تسوق بالشارع الرئيسي، لان الشارع الرئيسي بيه كل شيء. ودائما انت اللي جاي تتعلم جديد على السياقة، تحس السيارة هي تسوقك مو انت تسوقها، وهذا الشيء خطأ. السيارة لازم انت تسيطر عليها وانت تسوقها. خوش، ودائما خليك حذر، السياقة ترى لحظات ما بها اي مجال، يعني بس لحظة واحدة ما تنتبه على السيارة، يعني يا ستارة يا رب تصير عندك مشكلة. فدائما خليك حذر ولا تجازف، ابد لا تجازف، تتأكد من خلو الشارع وتعبر. دائما من تريد تعبر انتبه على اكثر من مكان. يعني شفت هسه انا شلون فريت راسي يمنى ويسرى؟ طبعا هذا التصوير انا ما مصوره بتعليم السياقة، هذا التصوير يفيدكم، يخليك كما انه انت جاي تسوق. شفتوا؟ لا اراديا اني راسا بس اجيت، تخلي السيارة على ان تسحب سايد بريك، انه بتخليها على البارك، تشيل رجلك من البريك وانتهت المواجهة. لهنا وانتهى الفيديو شباب، ان شاء الله عجبكم. اللي ما مشتركين بالقناة اشتركون بالقناة، والعجب الفيديو يعطينا لايك. في امان الله.